شخصيتي يعني قائد فريق يعني انا شخصيا وقائد فريقي عندنا روح الانتصاريه، فهذا يعني يعني نعديه على اللعيبه ديالنا شخصيه الاراده، من يعني ما هبطوش الايدي، وشخصيه الفريق مش مباراة الوحيده اللي نرجعوا فيها في اخر دقائق يعني، وهذا صراحه اذا دل على شيء فيدل على قيمه ربيع حرمان والاستحقاق الكبير يعني اللي استحقه هذا اللاعب في 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 البطوله المغربيه. فيا حبذا لو يعني يكونوا كل اللاعبين يعني مثل تاسيس